بسم الله الرحمن الرحيم. viruses and worms. ده الميديول اللي بعد التروجنز والباك دورز على طول، وقبل الانكريبشن انكريبتنج الانكريبت سواء تروجن او ورم او فيروس او ما شابه يعني. طيب النهارده هنتكلم عن الحاجتين بس، هو الورم والفيروسز بس بداية يعني. هو الكورس دوت او الميديو اللي احنا كان فيه ده سهل جدا، مفيهوش اي مشكله. بس انت لو عاوز تبقى تخصصك كله فيروس وورمز والكلام ده، انت لازم تبقى معاك برمجه على الاقل، تكون بتفهم ادفانسد بروجرامنج يعني، على الاقل خالص فيجوال بيزك. تمام، على الاقل فيجوال بيزك تبقى عشان تعرف تعمل اكواد براحتك زي ما انت عاوز. احنا نشوف تمبلت دلوقتي للفيروسز وتمبلت للورمز دلوقتي، بس انت لو عاوز تبقى ادفانسد حاجه ليك انت بقى، لا هتختلف شويه. تمام، طيب هنشوف ايه انواع الفيروسز المعروفة يعني، وهنشوف ديفرنت بتوين الفيروسز والورم والورم تايب، وفي في الاخر خالص هنشوف ايه اللي بيعمل ديتكشن يعني. طيب هو الفيروس اصلا بيديتكت بينفكت الجهاز بتاعي ازاي؟ خلاص قالك نوت راننج ات ليست، يعني انت بتبقى حاطط عندك ما بيكونش حاطط انتي فيروس اصلا عندك كويس، ولا ابديتد ولا اي حاجة خالص. الانتي فيروس اللي عندك مش عامل ابديت، الاوبريتنج سيستم بتاعك مش عامل ابديت، الهوت فيكسز والسكيورتي باتشز والكلام ده كله انت مش حاطه، مش عامل له انستول. تمام، فبالتالي السيستم بتاعك متعرض جدا ان هو يبقى فيه فانربيلتيز كتيره جدا. بتفتح انفكتد ايميلز في اتاتشمنت ده جوه ايميل، فانت فتحت الايميل ده شغال عندك على طول. تعمل داونلودنج على حاجه معينه من غير ما تعمل سكاننج عليها، كل دي الحاجات اللي بتاثر بيها جهازك. احط فلاشه، اخد سي دي من حد معين، حتى لو اوثرايز ده هو ممكن ما يكونش فاهم ايه اللي معاه ده. تمام، طيب نوع من انواع الفيروس حاجه اسمها الوين 32 سالتي، ده مشهور جدا يعني. ده بصراحه يعني هو ده ممكن تشغله مع كي لوجر، ده ممكن تحط جواه كي لوجر يشتغل معاك ويبعت لك الحاجه يسند على الميل وكده يعني. تمام، واغلب الحاجات دي طبعا بيقول لك يعني مثلا بيقول لك اللوكيشن بتاعه هنا بتلاقيه تحت في ويندوز سيستم 32.ini، بيقفش في الملف ده. خلاص، هنا عندك حاجه وين 32 توتال، ده طبعا ليه انواع كتير قوي. التوتال دوت اللي انت غالبا بتبعته في حاجه اسمها بلاك مسج، هنتكلم عليها وهنبعتها النهارده ان شاء الله. البلاك مسج دي يعني مسج احط فيها فيروس من النوع ده مثلا، او اي نوع من الفيروسات، بس غالبا بيبقى ده اشهر حاجه يعني. وانس ان الكلاينت دوت فتح المسج دي على طول، مش شرط ينزل اتاتشمنت، لا على طول الاتاتش بيترن عنده على طول. تمام، وبيخلي لك الملفات عندك ريد اونلي، هو ده الفيروس اللي على طول بيعملها يعني. خلاص، وبيرخم لك ساعات على الدايركتوري بتاع على السي والدي والكلام ده، على البارتيشنز دايركتوري بتاعتك وعلى الفولدرز وكده. تحلها طبعا الحل بتاعها ان انت بتخش باي حاجه ثانيه، او مثلا بتخش باستوالة مني ويندوز وتبدا تفك الهيدن بتاعها. تمام، بس غالبا ما بتتحلش، وساعات لازم تحلها بالكوماند، لو ما نفعتش خالص بتبدا انت تضطر انت تدلت بقى. تمام، في حاجه اسمها كيلز او كيلز، خلاص ده برضو حاجه بتتبعت ما بين في النتورك، ما بين الشيرد فولدر، ما بين ال فيروس عموما يعني. هم اقدرش اقول لك بيتبعت ده كمان ما بين الميلز وما بينها وبين بعضها. تمام، ده نفس الكلام. في نوع اللي هو القديم قوي، حاجه اسمها الماكرو فيروس. ايه الماكرو فيروس دوت؟ بيبقى موجود فين؟ بيقول لك والله بيبقى موجود في الوورد والاكسل. طب فين ده؟ وملفات الباوربوينت. طب فين ده؟ اشوفه ازاي؟ يعني مثلا سيلو فتحت ملف وورد زي دوت، بلاقي هنا فتحت فيو في حاجه اسمها ماكروز. لو دوست عليها اقول له فيو ماكروز، اقول له مثلا اي حاجه مؤمن مثلا، ده اسم البروجكت بتاعي كرييت، فتح لي ايه؟ بص فيجوال بيزك، فابدا بقى ادي السب وادي الاند سب، وابدا اقول له بقى اف كذا مش عارف كل كوماند. لو انت فاهم فيجوال بيزك كويس هتبقى تتعامل معاه كويس. تمام، ده الماكروز، بتبدا تحط فيه فيروسات. هنا في نوع تاني من انواع بس مش ماكرو. هتقول لي طب هو الفايل ده بيطلع لي فين؟ اول لما حد بيفتح الملف ده اصلا الوورد ده والاكسل او الباوربوينت بيبدا يتاكتف على طول على الفيروس، او بيبقى في كومنت انت ممكن تكتبها يعني، على النت هتلاقي كتير جدا. خلاص، او لو انت راجل بروجرامر هتلاقي هنا
اي ملف تكتب الكوماند، لو حد فتح الملف دوت على طول الامر ده هيتطبق فيه. تمام؟ في حاجة اسمها كلاستر فيروس، ده كان قديم جدا، يعني بينسخ نفسه مرة واحدة بس، بس وانس ان انت دلته بيبدأ ينسخ نفسه تاني مرة واحدة فقط. تمام؟ طيب دي تولز اللي هنستخدمها، دي تولز الخاصة بالفيروسات اللي احنا هنستخدمها. تعال نشوف اللاب بتاعنا بس اللي هيوضح لنا الدنيا. دي أول تولز عندي اسمها تيرابيت فيروس ميكر. تعال بص كده، بص مديك كل الاوبشنز، بيديك ايه كل الاوبشنز اللي انت عاوزها. مثلا ايه بيقولك؟ افويد اوبننج نوت باد، حاجات كتير جدا بقى. انت مثلا كلوز انترنت اكسبلور ايفر 10 ثواني، كل 10 ثواني لما يفتح يقوم قافل. طبعا كنا بنشوفها كتير الفيروس ده زمان. خلاص ديليت اول فايلز ان ماي دوكيمنت، ديليت اول سكيدول تاسكس، ديليت ويندوز فوند، يعني مش هتلاقي فولدر خالص، يعني مش هتلاقي اصلا اي فولدر ليه اي اسم، انت متخيل؟ ال ديسكونكت فروم انترنت، تقفلك من النت. طبعا ده اللي كنا بنشوفه كتير. طبعا ديسيبل اوتوماتيك ابديت، ديسيبل سي ام دي كوماند برومبت، ريجستري، ريج اديت، سكرين سيرفر، سيستم ريستور. طبعا ليه سيستم ريستور؟ تقول لي لازمتها ايه؟ اقول لك ما انت ممكن الفيروس يعمل لك انفكتد، فانت تكون عامل ريستور بوينت فترجع لها تاني، فخلاص انت جهازك بقى زي الفل. الفيروس الشهير جدا اللي بيقفلك التاسك مانجر، ما تعرفش تفتحها. التاسك سكادولر، لو في عندك بتاخد باك اب ولا بتعمل حاجه يقفلهولك. تخش تعرفش تخش على التين نت، الويندوز فاير وول يعمل له ديسيبل، انت شايف البهدله. ديسيبل ويندوز ماسنجر، ويندوز سكيورتي سنتر يقفله، الويندوز تيمز يقفله، الهارد ديسك يعمل لها فورماتد. انت خدت بالك شايف عامل ازاي؟ سبب مش عارف يعملها للسي. الفاني كيبورد، يعني الكيبورد دي يكتب تلاقيه بيكتب اي حاجه مش فاهم حاجه. فاني ماوس، تلاقي ماوس بيتحرك وخلاص مش فاهم اي حاجه. هاي ديسك توب ايكونز، تمام. هاي تاسك بار كتير بنشوفه ده. تمام، بص دي متعارضة بايه؟ بريموف ويندوز كلوك. خلاص اصل انت شلت ده فخلاص دي السيستم كلوك مش هتبقى موجودة كمان. لوك اول درايف فولدرز، تقفل كل الفولدرات اللي عندك، الدرايفرز والفولدر. تمام، لوك انترنت اكسبلور اوبشن منيو، متعرفش تخش على الاوبشن، متعرفش تظبط اي حاجة. اوبن وكلوز سي دي روم ايفري 10 ثواني، دي جميله جدا يعني انت متخيل. ال سلو داون بي سي سبيد، تقلل سرعته. ريموف الكلوك، ريموف ستارت باتن، تيجي تعمل ستارت تخش على ستارت منيو ما تلاقيهاش. ستوب سيكوال سيرفر، لو ده سيكوال اصلا يعني. بص اوبشنز كتير جدا. طب انت مثلا انا عاجبني ايه مثلا؟ ناخد حاجه زي كده عشان بس مبوظش السيستم عندنا. هنا مثلا فيك ايرور معين، تايتل مثلا، هاي مثلا، اي حاجة. اي ام هاكر مين مثلا. طيب كريتيكال، يعني انت بس اوبشنال ترن كوماند معين اول لما يفتح، مثلا نرن ايه سي ام دي، ممكن تشتغل، ما جربتهاش قبل كده. حط له مساحة. طب تحب الملف يبقى شكله ايه؟ ياهو. تحب يبقى شكله ايه بالظبط؟ ها، ملف مضغوط انت عاوزه، خليه مثلا ملف وورد. خلاص ممكن تسيب في السيتنج تقول له كريت فايروس، هتحطه فين؟ حطه على ديسكتوب. تمام اهو اسمه غير انت بقى، ممكن تغير له اصلا اسم من هنا وانت بتعمله. الاكستنشن بتاعه مش باين. طب سي مثلا، تعالى كده من هنا يظهر الاكستنشن. بس ده كده الاول قلنا ايه؟ هايد اكستنشن فور ناون فايل تايب، ده دوت اي اكس اي، صح؟ انت بقى كراجل مثلا هاكرز وكده، قبل ما تظهر الاكستنشن خليه دوت دوك، اكتب فيروسز دوت دوك. طب تعالى نفتح النوت باد، ماشي، وتعالى دبل كليك. ايام هاكر مان، خدت بالك؟ قفلها، ماشي. حاجات كتيره بقى، يعني بص بقى كل فيروس بيعمل لك ايه؟ ها
بيعمل لك اوبشنال كل برنامج ده بيعمل لك اوبشن. يعني مثلا في تولز تاني زي ايه؟ تعالى مثلا نخش جوه السي دي، ادي الفيروسز اند وورمز، تلاقي جوه في دي اللي احنا استخدمناها صح. في مثلا تولز زي دي المدي، تمام اهي، دي جميلة جدا. بقى تعالى ناخدها كده من الاخر للاول. هنا بيقول لك الكوماند اللي هيطبق ده بيطلع لك ملف دوت باتش دوت بات، تمام، بيطلع لك باتشات. كيريو سكرين يسيبه الادمن خلاص. يعني دي معناها من الاخر ان هو هيقعد يضعف الجهاز بتاعك بس ما بتشتغلش غالبا كويس. هايد سي ام دي ويندو خلاص. انت احنا كنا قايلين سي ام دي تشتغل صح، ولا احنا ولا ده حاجة تانية؟ تمام. ديسيبل الكيبورد ما تشتغلش، ديسيبل الماوس، ديسيبل الادمن، ديسيبل التاسك مانجر، ديسيبل وين باك اب ما شغلش باك اب، ديسيبل الانترنت، ديسيبل وين سكيورتي، ويندوز سكيورتي يعني ويندوز ابديت ويندوز ديفندر، الكل اي اند فايس موجود بقى مهما كان نوعه ايه، تيم بكل اند فايس، الكل التيم الموجود الاند فايس يضربه كمان، اعمل له تيم يعني. تمام. بص اوبشنز كتير جدا، كل اس ام اس ام اس ان، الانترنت اكسبلور، اي ملفات وورد عندك، اي اكسبلور موجود عندك اقفله خلاص، اي اوتلوك اقفله، اي نوت باد مفتوح اقفلها، كل اللي انت عاوزه اهو. حط عاوز اديشنال حاجه معينه، حط مثلا ايه، تشينج يوزر باسورد، تعالى كده مش دوسنا عليها ولا لسه؟ تعالى نقفل ونفتحها تاني. وظهر في مشكلة. هو في مشكلة بس. طيب. تعالى نقفله. طيب عشان ما يعطلناش تعال نشوف غيره برضه ونرجع له تاني على ما يقفل وكده. اهو قفل، تعال نبص عليه تاني. تمام. لو قلت له مثلا ايه انفكت اول فولدرز، او نقول له ريسيت تايم، طب ناخد اوبشنز ايه مثلا؟ عاوزين حاجه تاذي الجهاز بس ما تبوظوش. يعني بص انفكت اي حاجه اي اكس اي، اي حاجه مثلا بي دي اف، اي حاجه اكس ام ال، اي حاجه دوك. مثلا ايه ديليت ماي دوكيمنت، عندنا في الاوبشنز هنا مثلا خلينا في كيل نوت باد. تمام. دي بعض الاوبشنز شايف بينزلها لنا كده، ده الكوماند كيل نوت باد. تمام. في مثلا هنا ايه قلنا تاني، تشينج باسورد، سواب مسج باتون، ده اللي هو الاوف او اللي هو اول حاجه بتتكتب يعني اللي بيفعل الامر بتاعه. بلاي ويندوز اكس بي سونج، تمام، يشغل لك اغاني لو في اللي هو البلاي سونج بلاير. ماشي. دوسنا على ايه، هايد فايروس تايب، لا مش عاوزين. تمام. ايه تاني مثلا عندك؟ سبام برينترز، لو فيها اوردر اقعد اديله اكتر من 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 يعني اعمل دبليكيت للاوردرز الموجوده دي خلاص. ريسيت تايم. ايه تاني مثلا؟ حاجات كتير جدا. ديليت بقى يدلت ايه بقى؟ ها ملفات الدوك، اي ملف دوك هيلاقيه هم ماسكه مدلته خلاص، اي ملف اكس ام ال، ام بي 3، كل اللي انت عاوزه. انت متخيل شايف الدنيا عامله ازاي؟ ديليت اي نوت بدأت تلاقيها، مش عارف ديليت اي ملف بينت، اي ملف وورد اوت لوك، كل اللي انت عاوزه، اي ملف انت تكسب جوه اكسس كاليكاليتور. تمام. هنا مثلا ايه، انفكت ريج ران كي،
ميعملش ما تعملش حاجه في الان خالص. انفكت اول درايفرز، انفكت اول فولدرز موجود عندك، تلاقي فولدر بعديه كده دوت اي اكس، تلاقي اسم الفولدر دوت اي اكس، ما تعرفش ايه ده تمام، ويعملوا لك ريد اونلي، انفكت اول دوكس، كل الكلام ده. طيب تعالى اقول له مثلا اسمه اي حاجه، اسمه فيروس مثلا، خلاص اوثر مثلا، مؤمن مثلا كده. تسيبه مثلا في ملف تكست ولا تسيبه بات على طول؟ ملف دوت بات، ماشي، ملف باتش فايل، ملف تكست. لو انت عاوز تاخد الكوماند يعني تعمل بيه حاجه، ممكن تيجي هنا تقول له ايديت، هتلاقي ايه ال عشان احنا عارف بيقفل ليه، عشان احنا كنا عاملين فايروس من شويه بيقفل اي نوت باد. طيب تعالى نفتح النوت باد تاني، قفلت. احنا قلنا كلكلتو، ما كناش عاملينها فيها صح؟ تمام، ده كده انت عملت فايروس. طيب في برنامج كمان جميل، الحاجات المشهورة يعني، اللي هو ده جي بي اس فيروس ميكر. بص بقى، ده فيه تولز اكتر يعني، انا شايف ان ده اوضح شوية، وفي حاجات زيادة كمان. ديسيبل ريجستري، ام اس كونفج، تاسك مانجر، لو انت عندك ياهو هيقفلهولك، الميديا بلاير، انترنت اكسبلورر، التايم، لو في جروب بوليسي، عشان فاكر جروب بوليسي الناس اللي بتاعت الام سي اس اي، جروب بوليسي، ديسيبل ويندوز اكسبلور، لو في نورتن انت فايروس او مكافي او في نوت باد او في وورد باد، ديسيبل الويندوز اصلا. بص دي جميله كمان، ديسيبل دي اتش سي بي كلاينت، مش في جوه السيرفيس هنا كده. جوه ادمنستريتور، ادمنستريتيف تولز، جوه سيرفيسز، في حاجه اسمها دي اتش سي بي كلاينت، ده الايجنت اللي بيروح يعمل نيجيشيشن اللي هي دوره مع الايه؟ مع الدي اتش سي بي سيرفر. خلاص هيعملوا ديسيبل ده لو ديسيبل السيرفر، الجهاز عندك مش عارف يتعامل مع اي دي اتش سي بي سيرفر تمام. ديسيبل تاسك، تاسك فور ستارت باتون، ام اس ان، السي ام دي. طب احنا كنا عاملين سي ام دي المره اللي فاتت ولا ما عملناهاش؟ طيب ممكن نبقى نقفلها المره دي. ديسيبل سيستم ريستور، كنترول بانل، ديسك توب ايكونز تمام، سكرين سيرفر، هايد سيرفيس، السيرفيس اللي موجودة عندك ما يبانش خالص اصلا، هايد اوتلوك اكسبريس، هايد ويندوز كلوك، ديسك توب ايكونز تمام. ده هايدز وده ديسيبلز، مقسمها لك ازاي. هايد ران، اخفي لي ران اصلا ما يخليهاش يبان. خلينا دي نبقى نعملها، بلاش اوتو ستارت دي عشان مش كل ما نشغلها. كلير ويندوز اكس بي، ريموف فولدر اوبشن، فولدر اوبشن دي كده اوبشن تولز اوبشن ما تلاقيهاش طبعا، دي يعني من الحاجات اللي هي ايه خطر جدا. كريزي ماوس تمام، بلاش الحاجات دي عشان تكمل برضو المحاضرة تمام. اوبشنز كتير. بص بقى كمان، ده انت ممكن تقول له ايه، نيم افتر انستول، بعد ما تعمل له انستول عاوزه يبان جوه سيرفيس بقى، يعمل ملفات ليه باسم ايه، باي اسم انت عاوزه، خليه ده مثلا. طب انت عاوزه بقى السيرفر نيم لما يبان بقى في التاسك مانجر كده، ها في البروسيس يبان هنا ايه، ها اخليه يبان حاجه طبعا الكلاينت ما يشكش فيها، او الراجل ما ياخدش باله منه، ما يفهمش ايه ده. خلاص حاجه مثلا تكون معروفه، ماسنجر مثلا، حاجه معينه يعني تمام. خليها مثلا ايه دي. طيب يتعمل له مثلا ايه، تيرن اوف، لوك اوف، ريستارت. بص كمان كده، بص تشينج اكس بي باسورد، والله ممكن اغير له الباسورد بتاعته، شايف؟ تشينج كمبيوتر نيم، لو اسمه اكس بي يبقى 7 اللي انا عاوزه. الهوم بيج طبعا دي كنا بنعاني منها كتير، الهوم بيج غيرها له تماما. كلوز كاستم ويندو، ايه ويندو معينه مثلا يعني اقفلها، اكتب اسم ويندو معينه هو بيفتحها مثلا ومقفلها له زي كده مثلا، دي كده اسمها من فوق تمام. بروسيس معينه شغاله ومقفلها له، ممكن في بروسيس معينه السيستم بيبقى معتمد عليها تماما، لو اتقفلت السيستم يعمل ريستارت، فما ينفعش دي تقع. فانا اقوم مستهدف حاجه زي كده، اقوم موقعها اهي، في حاجات مهمه جدا او موقع سيرف ازاي دي. اوبن كاستم ويب سايت، افتح له ويب سايت، ما خلوش هوم بيج يعني، اول لما يرن على طول افتح له ويب سايت، ارن كوماند معين.
بص بقى الجمال، انيبل كونفيرت يعني شغلوا لي فايروس وشغلوا لي كمان وور. خلاص الورم نيم اديله اسم معين ويعمل لنفسه كوبي. هنتكلم دلوقتي عن الورم، ان هو بيعمل حاجه من الورم اللي هو بيعملها، ان هو بيعمل لنفسه كوبي كل تايم معين، او يترن كل تايم معين. هنا بص الديفولت بتاعه كل ثانيه يعمل ايه، يعمل كوبي لنفسه في ملف، يعمل كوبي لنفسه على النتورك، على الشير، على اي حاجه. عاوز الملف دوت شكله ايه والايكونز تبقى ايه. تمام، بلاش ده عشان هيبهدلنا. طيب احنا عملناها ايه دلوقتي؟ نرجع تاني عملناها هاي دان اهي، نعمل كده الهان بتشتغل صح. هقول له والله اعمل لي كريت الفيروس ده، طبعا هنا ينزلوا فين بقى، طيب هو مش واضح، هو غالبا بينزلوا في نفس المكان اللي فيه الملف. تعالى ناخده معانا، ناخد مثلا الفولدر كله كده على الديسك توب. تمام، هقول له هاي دون واختار اي اوبشن تاني كده، اقول له كريت، نزل هنا اهو. بس هو اللي انا اخترته غلط. تمام، طبعا نتاكد الرن بتشتغل. خلاص قفلها، نفتح تاني كده، تفتحش اي ستارت ران اهو، ما بيفتحش حاجه، خدت بالك؟ طيب ده بالنسبه لموضوع الايه الفيروسز. يبقى احنا خدنا ثلاثه تولز دلوقتي. طيب بالنسبه للكمبيوتر ورم، الورم بقى الفرق ما بينه، انا بس نتكلم عن الفرق ما بين الفيروس والورم. الفيروس هو الورم، بس الورم ليه سبيشال سيتنج وليه حاجات اكتر، وبيعمل ريبليكيت لنفسه في كل مكان، يعمل كوبي كل ما تمسحه يعمل كوبي، كل مش عارف ما تعمل ايه يعمل لك كوبي، ملوش حل في كده خالص، مش عارف تعمله ازاي. تمام، وفي حاجه ان هو يعمل بومبا. يعني ايه بومبا؟ يعني يشتغل في تايم، تقول له مثلا اشتغل يوم الفلاني في السنه الفلانيه في الشهر الفلاني مش عارف في الساعه الفلانيه في السنه الفلانيه. تمام، او كل مش عارف قد ايه يعمل نفسك كوبي، وليه سيتنج ادفانسد على اللي احنا هنتكلم فيها كمان. لكن الفيروس بينفكت سيستم، يضرب لك برنامج، يضرب لك مش عارف ايه كده يعني. تمام، كان في فيروس ورم اسمه كونفيكا، وفي كيدو. كيدو ده ورم كان قوي جدا يعني. تمام، في نيت سكاي دوت، ده كان ورم برضه موجود بس بقى قديم. طيب في تولز تعالى جميله نشوفها برضه، هنلاقيها موجوده هنا، ورم ميكرز، انترنت ورم ميكر اهي. بص بقى سيتنج كتير جدا، تحب الورم يبقى اسمه ايه؟ اكس مثلا، الاوثر مين؟ اي حد. خلاص، تحب تحط فيرجن، تحب تحط مسج معينه، يعني اول ما يترن على طول زي اللي طلعت ايرور مسج من شويه، هيحط لك الملف ده فين؟ في السي مثلا، ولا احطه لك فين؟ اخلوا لك يسبورت اكس اي وكده. طيب يشتغل امتى؟ حدد له وقت. تمام، في شهر معين يشتغل. تمام، في حاجات بتسبورت لك بالسنه كمان. طيب هايد اول درايفرز، ديسيبل تاسك مانجر، ديسيبل كيبورد، ديسيبل ماوس، مسج بوكس، بوكس مسج تطلع له على طول اول ما يشتغل. ايكونز معينه شكلها عاوزها ايه مثلا، انفورميشن حاجه معينه. ديسيبل ريج اديت، ريجستري، اكسبلور مثلا، الريج اوبن في الاولى خالص تحط له مثلا اسم معين يشتغل مكانه. تمام، تشينج هوم بيج، طب ايه هي؟ حط له حاجه معينه. ديسيبل ويندو سكيورتي، نوتن نوتن سكريبت بلوكينج، المايكرو سكيورتي، الكوماند بومبت، ديسيبل شت داون، لوك اوف الويندوز ابديت، النو سيرش كوماند، تعملش سيرش خالص، سواب ماوس باتومز، اوبن ويب بيج معينه، طب ايه هي؟ تشاويلي عليها. تمام، كل اللي انت عاوزه اهو، اوبن سي دي درايف. خلاص، لوك ورك ستيشن مثلا، عندك ايه تاني؟ برنت حاجه معينه، اديله كوماند شويه كلام كده وهو يعمل له برنت على طول. ديسيبل سيستم ريستور، دي مش فاكر كانت بتتكلم على ايه. نوت سيرتي دوت اصلا ده برنامج اللي هو الانتي فايروس تقريبا. تمام، بس مش فاهم هو بيتكلم على ايه هنا. وغالبا بتاعت الاوتلوك دي ما بتشتغلش يعني،
مش على البرنامج ده، مش على كله. تدليت فولدر معين، طب هو ايه الباس بتاعه؟ تشاورلي عليه يقوم مدلتهولك. خلاص تشينج وول بيبر، طب شاورلي على الباس بتاعه، لازم يكون الصورة موجودة على نفس الجهاز عشان يشتغل. تمام، ممكن تبقى الصورة موجودة في نفس الفولدر اللي انت مديهوله، يقوم هو يعني انجكتنج جواه. التشينج ديت يغيرلك التايم والديت والكلام بتاعك. خلاص لوب ساوند، تلاقي الساوند داخل في بعض مش فاهم اي حاجة. هايد ديسك توب، ديسيبل ميل وير ريموف، ديسيبل ويندوز فايل بروتكشن، بص حاجات كتير جدا يعني. تمام، وبعد ما تعمله شوف انت عاوز تعمل ايه بالظبط فيه. ابدأ قول له والله كريت، تعالى مثلا اختارنا ايه، انا اختار مثلا حاجة معينة، ديسيبل الران كوماند، احنا اصلا الران عملناها ديسيبل. تمام، ده كده بتعمل هو فان هو ايه بيعمل، تحط له ديت وتايم. البرنامج التاني اللي احنا اتكلمنا عليه قبل دوت على طول بتاع الفيروس بيعمل لك الروم، ده رائع جدا يعني، بيديك اوبشن اكتر من دي كمان يعني، ممكن تستخدمه اكنه ايه هو. تمام، تقول له جنريت ووم، هيديك برضه نفس الملف الاي اكس اي. طيب انا عاوز بقى يعني جزئيه كده، عاوز ادي للكلاينت، عاوز ايه اديه للكلاينت، انا هديله عبر الميل، بس لازم يكون عندك ميل جيميل. في عندي برنامج اسمه دارك ميل بومبا، البرنامج ده اصلا ايه يعني قديم بس بيشتغل، شغال جميل جدا. اليوزر نيم بتاعك مثلا هيك اي تي دوت مؤمن تقريبا، انا عندي ايميل اسمه كده على الجيميل، وادي الباسورد بتاعته. اي ايميل، مش شرط ايميلك انت يعني، ممكن اعمل اي ايميل وهمي كده وابعت من خلاله، بس لازم يكون ميل اوثورايزد بالنسبه للراجل ده. طيب انت عندك مين هو الفيكتيم ايميل؟ اي ايميل، مش شرط جيميل بقى، بس انت لازم يكون اي تكون جيميل. طيب عندك لسته مثلا، عندك ملف تكست حاطط فيه ايميلات كتير جدا كده، تقوم تقول لي لود وتقوم حاططها لي. طيب قول له مثلا البريورتي بالنسبه لل يعني المسج هتيجي للراجل ده، تيجي له في علامه البريورتي عليها ولا لو ولا ميديوم ولا ايه، خليها مثلا ميديوم كده. طب السبجكت تقول له ايه مثلا، في اي important. خلاص هاي اي ام هاكر مان يور سيستم ار انفكتد. تمام، طب ايه بقى يعني، انا ببعت له مسج بس كده ولا ايه؟ لا انت بص بقى، تيجي هنا باوز اتاتشمنت، تحط له ايه الفيروس اللي انت عملته او الورم اللي انت عملته او التروجا اللي انت عملته او اي حاجه، وابدا اقول له ايه ستارت ابعت لي. احنا ما حطيناش الفيكتيم اصلا، طب تعال خلاص اي تي مثلا دوت مؤمن ات هوت ميل دوت كوم. تمام، وابدا اقول له ستارت، تعالوا نفتح الميل نشوف ايه اللي هيحصل. هيبعت لي مسج، اول لما رن المسج دي اي حاجه في الاتاتشمنت هتبدا ايه تتفاعل عندي على طول. هوت ميل مثلا، طيب بص بس خليت معايا وقت شويه، كان في بس يعني بعض المشاكل كده. جات لي ميل مثلا زي كده، انا بعت مسج اي حاجه خلاص كده، ميديم جاي من البي سي اللي اسمه من اليوزر اللي اسمه هاك اي تي دوت مؤمن الجيميل دوت كوم. خلاص والمسج جاي، وانس اللي انت فتحت المسج على طول ايه اللي هيحصل؟ الاتاتش فايل اللي انت حاطه له الفيروس او الورم او التروجنز او ما شابه هيبدا على طول ان هو يتاكتف وينتشر في الجهاز بتاع الايه بتاع الفيكتم بتاعك. تمام، وضحت كده يعني. دوت باختصار اللي هو البوب. طيب عندي جزئية أخيرة اللي هو الفيروس ديتكشن ميثود. قالك أنت عشان تديكت فيروس بتعمل إيه؟ بتعمل أول حاجة السكاننج، بتشوف فيه موجود ولا لأ ونوعه إيه وكده، وكنت هتجيب له أصلا تولز هتشيله ولا 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 التولز اللي معاك تكفي أو الأنتي فيروس اللي معاك يكفي ولا إيه بالظبط. تمام، في يعني من نوع السكاننج، أحب أوريك حاجة كمان جوه ده. طيب
في هنا عندي يعني التولز عموما الميديول 7 دوت الوايرد فايرس اند هوم، في تولز كتير جدا احنا هنستخدمها تقريبا حاجه زي كده الدارك ميل بومب دوت، واستخدمنا الفايروس كيلز، واستخدمنا الورم ميكرز، يعني في حاجات كتير جدا بقى. في انتجريتي تشيكر دي برامج كلها بتبقى تتشيك، انت ممكن يبقى عندك ممكن مثلا فيروس قافل لك التاسك مانجر، تيجي تفتح التاسك مانجر ما تعرفش عشان لازم تشوفه من هنا وتبقى تقفله، لا ممكن يكون قافلها لك. فتولز زي كده بتبدا تجيب لك الحاجات الاكتف عندك، تمام. في تولز كتير جدا مثلا لو حطيت لك شوت انتي فيروس افاست كاسبر اي في جي شوية حاجة كده يعني بيت ديفندر، حطيت لك شوية تولز يعني. الفايل مونيتورنج تولز بتشوى مثلا على فايل معين وتبدا تتشك عليه. جزء كمان يعني داخل الميديور 7 دوت بيتكلم عن الانكريبشن، فاكرين الانكريبشن؟ الانكريبشن دوت اللي هو الفيديو اللي بعد ده هتشوفوه على طول ان شاء الله، تمام. اللي احنا شرحناه مع التورجنس بس عشان شرحت انا الورم بعديه، هو نفس الكونسبت بتاع الانكريبشن هنا، هو تمام، هو بالاسمبلي والكلام ده كله والتولز مانيوال، وسواء اخدناها ببرامج معينه، تمام. يبقى احنا كده الحمد لله فهمنا يعني ايه فيروس وورم عموما، وشفنا ان في تولز بتعملها. يعني الموضوع كان معقد قبل كده ان ما كانش فيه اصلا، كنت لازم عشان تعمل فيروس او وورم لازم تكون انت راجل بروجرامر تفهم برمجه كويس جدا عشان تبدا تاكتف الكلام ده وتشتغل بيه، تمام. لكن الموضوع انا بقى سهل شويه، يعني بقى سهل الى حد ما، تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.